هذه الحدود الجغرافية تمنع حل هذه المشكلة. الخليج فيها أموال، مصر فيها خبرة، السودان فيها أراضي قابلة للزراعة، أراضي خصبة، ولكن هذه الثلاثة الحدود الجغرافية تمنع من الترابط فيما بينها. الأرض موجودة، الخبرة موجودة، المال موجود، ولكن هذه الحدود تمنع تعاون هذه الثلاثة، وتبقى مشكلة الفقر قائمة. النقطة الخامسة، إلغاء الضرائب الباهظة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا. الدول كثير منها الآن مثل السبع الضاري، يضعون ضرائب باهظة على الأمة تفقر الأمة، بينما في الدين لا توجد هنالك إلا ضرائب أربع: الخمس والزكاة والجزية والخراج، وهذه مقدارها مقدار قليل جداً. Oh.